عينان تفيضان بالألم والتعب والمرض وسوء الأوضاع المعيشية، ودموع وخطوط تحكي رواية المعاناة لهذه المرأة. نادية من أبناء محافظة المحويت، ورحلة مريرة مع الفشل الكلوي وأمراض عدة. حالتي والله صعبة قوي ومتهورة شوية، يعني الحال ما يعلم به الله ربي، ما بسمعت حق توفرت العلاجات حق هذا، حق مركب قسطرة دائمة أجيلي رعشق وشي، ما أقدر يعني أجر الموت حكي كاملة مضاد حيوي، يعني مثلا بلاج أي حاجة ألجت مهتعت شي، ونفس الوقت الضغط مرتفع، هيجي واصل خانق لي واصل الضغط هذا مرتفع لا حدود 200 وأكثر، كترة كتف العناية هذا جس الشر منه بسبب الضغط. بس الحين الحمد لله ما الحمد لله هالشكر زد أثرت لي المرارة، حصواف المرارة وفوق زد الفتي حكي يدي هذا، يعني بالعشي ما أقدر أنا الجسم قنبرة قنبرة، أنا ما أيشي يعني حالتي لا هي متيسرة، اشتريت لي مهدة ما بيش معي يعني من أين أدي، ما بالله أصبر أتحمد الله شكر وارتعش لي فزو وسكته. عندنا الحالة هذه عند الأخت نادية، عندها فشل كلوي مزمن ولها فترة بتعالج بواقع جلستين في الأسبوع. طبعا الحالة مع استمرار الغسيل وهذا حالها في مستقر، بتغسل عندنا جلستين في الأسبوع. طبعا حالتها المعيشية صعبة وبتحتاج يعني أدوية وغسيل بشكل مستمر، وإن شاء الله خير، يعني إذا كانت تحت الاستصفاء الدموي بتكون حالتهم مستقرة طبعا للمرضى جميعا. مرت نادية بمعاناة الفشل الكلوي لأكثر من 4 أعوام حتى بات ذراعها لا يستجيب، وها هي تغسل الكلى بطريقة أخرى عبر القسطرة. رحلة ألم وشقاء تمر بها مرتين أسبوعيا، ناهيك عن أمراض أخرى ترافقها. تعاني من فشل كلوي، حال يعني مات صعبة جدا، يعني حالتنا ما علم بها الأرحم الراحمين، كذا لها فترة كنت تقريبا 4.5 سنين وهي بتغسل مع الثدي الليزر، هذا مرة محتاج يعني لعملية متكلفة، يعني طلبوا مننا في 550,000 فعل هالعملية، واللي هو فعل خير معي، فلتني معي، فلت أسرتي معي، 5 بنات وذي الجهالة، بس أين أسير بهن أين أجيب بهن البيت إيجار، كان رجعت أغسلها أنا ما جيت، قلت فوق القفل قفل قفلوا على عيالي داخل، ليش كانوا يشتغل إيجار ما دريت أقاتل على علاجي ولا على علاجي، هو بيستخدم علاج والكل، يعني أصحابتي أولا ما يخلت أني تاني لي 1000 قرش 500 200 ما تحتها حق وكال حق، يعني الحالة ما يعلم بها الله الرحمن الرحيم. ويتواصلوا علينا على الرقم 7224-22-349 أو على الرقم الثاني 7234-36-865. لم يعد باستطاعة نادية وأسرتها تحمل المزيد من الألم، ولم يعد لديهم ما ينفقونه لأجل عملية ماسة بحاجة إليها للاستمرار في الغسيل، وأوضاع متردية تحوطهم من كل جانب، ولا يملكون إلا سؤال الله تعالى أن يسخر لهم من يعينهم في هذه الحياة.